تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى أول إطلالة لبرنامج شبوة حرة نطل فيه عليكم على قناة الغد المشرق من محافظة شبوة. تشكل محافظة شبوة أهمية استراتيجية على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية. كيف هو الحال في محافظة شبوة بعد تحرير مديرياتها الثلاث؟ ما هي جهود السلطات المحلية في المحافظة لتطبيع الأوضاع فيها؟ كيف يعيش السكان بعد التحرير؟ ما هي الأولويات العاجلة للسلطات المحلية في المحافظة؟ هذه المواضيع وغيرها سنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة، محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض ابن الوزير العولقي. شيخ عوض، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم في محافظة شبوة، نرحب بكم فيها، حياكم الله وسلمكم. الله يحييك شيخ عوض. بداية، حررت مديريات محافظة شبوة الثلاث من الميليشيات الحوثية في قضون أيام قليلة جدا. لن نسأل عن التحرير، سنعود لهذا الموضوع. نسألك في البداية، ما هي جهود السلطات المحلية التي بذلتها الآن لتطبيع الحياة في هذه المديريات، لعودة الحياة، لعودة المدارس؟ أولا الحمد لله وشكر الله على هذا التحرير والنصر العظيم، فضل من الله سبحانه وتعالى، وبتعاون التحالف العربي بقيادة المملكة العربية ودولة الإمارات، وكذلك الدور الرئيس للقوات العمالقة في هذا التحرير. بعد ذلك لا شك في هناك آثار بعد الحروب من منقصات تكون، فالحمد لله تم نزول الفرقة من السلطة المحلية من وكلاء محافظين مدراء المشاريع، المحاولة لإعادة الحياة إلى المديريات الثلاثة. تم هناك توزيع عدة حقائب للطلبة لإعادة التدريس. أعدتم مشروع التعليم. عاد الطلاب إلى المدارس. مدارس الحمد لله بفضل من الله. هناك كمان أغاثات كانت قدمتها لنا التحالف عن طريق الهلال الأحمر ومركز الملك سلمان، تم إنزالها. هناك فرق محلية لإعادة شبكات الكهرباء وبعض شبكات المياه التي تأثرت من الحروب. فالحمد لله. عادت الكهرباء والمياه إلى المواطنين. شبكات التي تأثرت يعني بقدر تقدر تقول 90%، فضل من الله أنها تم إعادة الكهرباء. لا شك أن هذه تريد لك وقت من الزمن. هناك مخلفات الألغام، هناك مخلفات لابد. موضوع الألغام، قوات العمالقة أعلنت عن إبطال وتفجير نحو 7000 لغم أرضي إلى الآن. هذا الرقم يعكس المخاوف لدى السكان من مخلفات هذه الألغام. ما هي الجهود التي تبذلونها بالتعاون مع مركز سام أو مع أي منظمات محلية أو دولية لنزع الخطر عن المواطنين؟ لا شك أن هذه هي تعتبر جزء من الألغام اللي موجودة، وهذا يدلك على كثافة الألغام التي زرعت في هذه المناطق. فكذلك في فرق الحمد لله تشتغل في هذا الجانب، كذلك في فرق محلية هم الأهالي متبرعين متطوعين إلى إضافة إلى الفرق التي تشتغل حاليا من العمالقة ومن سام. أكيد لا شك أن هناك الألغام أثرت على بعض المواطنين، سواء على سياراتهم، على أنفسهم، على أرواحهم، بما في ذلك وصلت إلى الأغنام والإبل في هذه المناطق يتأثروا بها. ما هي كلمتكم في محافظة شبوة لقوات العمالقة للتحالف العربي الذين ساهموا بشكل مباشر في إحراز هذا النصر المبين؟ نعجز عن الشكر والتقدير في هذا الجانب، ونقول إن شاء الله يغفر شهداهم ويشفي مرضاهم وجرحاهم إن شاء الله، وهذا موقف لن ينسى. نقدم لهم الشكر والتقدير في هذا الجانب، وهذا أقل واجب في حقهم. التحالف العربي أطلق عملية اليمن السعيد عبر المتحدث الرسمي تركي المالكي هنا في محافظة شبوة. ماذا يعني ذلك لمحافظة شبوة أن يتم إطلاق عملية على مستوى البلاد من عتق عاصمة محافظة شبوة؟ شرف عظيم لحنا أن هذه أول محافظة هي سنتر في تعتبر لليمن، كما أنها في وسط اليمن من جميع الاتجاهات. ولا تنسى أن هذه في موقعها أنه موقع حساس من الجانب مواقعها البحري، كذلك الشركات النفطية، كذلك يعني أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية، وفي منتصف اليمن، هي في قلب اليمن، تعتبر في من كل اتجاهات. عندما تقيس من كل، تشوف الخريطة من كل اتجاه تشوف أن محافظة شبوة هي السنتر
في قلب الإمام. كانت شبوة محط الاهتمام الأنظار المحلية والإقليمية والدولية منذ إطلاق عاصفة الحزم أذار مارس 2015. ما الذي جعل هذا الاهتمام ينصب على محافظة شبوة في غضون الأعوام الأخيرة فقط؟ ربما شبوة كانت منسية، ما الذي جعل من شبوة الآن محط هذه الأنظار والاهتمام المحلي والإقليمي؟ أولا شبوة زي ما تفضلتك ذكرت أنها موقع استراتيجي مهم سواء على الجانب الداخلي كذلك على الجانب الدولي والبحري والأقليمي. شبوة كذلك فيها مواقع مهمة إضافة إلى النفط وإضافة إلى المعادن وإلى الزجاج موجود وإلى الأحجار الكريمة. كذلك شبوة قريبة ومحادة لقرب من بعض الحلفاء، ما تفرقها أي مسافات هناك. قبيلة شبوة هي خيرة رجالها وأبنائها فيهم الخير، وهذا الذي أعتقد من عدة جوانب. شبوة تحتاج المزيد من الخدمات خاصة في قطاعات التعليم، المياه، الكهرباء. أنتم الآن في السلطة المحلية وأنت كمحافظ جديد لهذه المحافظة، ما هي خططكم العاجلة لإحداث تحول في الخدمات في التنمية؟ أولا نحن بحمد الله في هذه الفترة نحاول كيف نكون مشاريع استراتيجية تكون على مدى بعيد. عندك اللي هي أهم الكهرباء، جلسنا مع بعض الشركات النفطية الخاصة في هذا الجانب. لديكم خطة في مجال الكهرباء خاصة وأنه المحافظة تشهد انقطاعات خلال الصيف، ما هي خططكم في هذا الجانب خاصة قطاع الكهرباء؟ هل لديكم من خطط توفير احتياجات المحافظة من الطاقة بشكل كامل؟ في سبق وتم جلوس مع الشركات النفطية وتقريبا في هناك اتفاق مبدئي على الغاز الذي يحرق هناك عندهم استعداد. الغاز المصاحب. مصاحب للبترول. إحصائيات تتحدث عن تقريبا 60 مليون. 15 مليون متر مكعب. مصاحب للنفط يحرق لك بدون فائدة. هي من نستغل هذا في اتفاق مبدئيا على 15 مليون مكعب أنه يعطى مبدئيا الآن. اللي ستعملون محطة غازية. غازية هكذا. ستستفيدون من الغاز المصاحب. هكذا الذي ندرسه في اتفاق مبدئيا أنه يعطونا 15 مليون مكعب من الغاز الذي تقريبا يشغل لك حوالي 30 ميقا كدرجة مرحلة أولى. مرحلة أولى. عندما يعمل لك هذا الـ15 مليون هي قابلة للتطور. عندك 60 مليون يحرق بدل ما يحرق في الجو، استفاد كلف الدولة حتى أنه يسبب أيضا أضرار بيئية كذلك حفاظ على أضرار. الآن عندما تخسر طاقة مشتراه ديزل هذه يخفف لك من. أفهم من كلامك شيخ عوض أنه أنتم لديكم توجه للاستغناء عن شركات الطاقة المشتراه التي دائما ما يلفها كثير من صفقات فساد يجري الحديث عنها. أنتم بهذا المشروع تريدون الاستغناء عن الطاقة المشتراه والاعتماد على الغاز المصاحب في إنتاج الطاقة؟ أنت عندما تستعرض ما تصرفه على الطاقة المشتراه شوف يقوم بس الحاجة الذي فرضت الحد يمشي في هذه الظروف هذا الاستعجال. ولا عندك كم من المبالغ كم من الديزلات تصرفها تقوم لك محطات بلايين الدولارات تكون تبع الدولة. فنحن إن شاء الله أنت لن تقدر تستغني عنها كاملا لكن تخفض حتى توصل إلى ما تصبو له أو تنوي له في ذلك. من قطاع الكهرباء ننتقل إلى القطاع الصحي. في شبوة هناك معاناة كبيرة للسكان في القطاع الصحي، يضطر المواطنون المرضى إلى السفر إلى محافظات أخرى، بعضهم يضطر للسفر إلى الخارج. محافظة شبوة الغنية بالنفط تفتقر لمستشفيات حكومية، ما هي خطتكم أنتم الآن لمعالجة هذا الوضع الصحي؟ أولا الحمد لله في بوادر وفي اتفاقيات تمت حول هذا الجانب الصحي. هناك دولة الإمارات مشكورة التزموا بتجهيز وتأثيث المستشفى، الهيئة العام اللي هو في محافظة شبوة الذي يعتبر المستشفى المركزي الجديد، شوف يقوموا بتأهيله وتوريد جميع الأجهزة في جميع المجالات والتخصصات.
يعني إن شاء الله من شهر إلى شهرين يكونوا قد حشوا على الواقع وعلى أرض الواقع. هذا مستشفى جديد يتم رفضه باحتياجاته من المعدات الطبية، رفضه من جميع الأجهزة الخاصة الموجودة، التخصصات الموجودة في محافظة شبوة. كذلك عندنا فريق من الجانب السعودي اللي هو الفريق عمار، عمل له دورات في جميع أرجاء المحافظة، وكذلك عندهم مقترحات يعملوا مركز خاص للكلى وللسرطان ومركز للقلب إن شاء الله. أنا في توجه إن شاء الله تدرسون مدعوم من التحالف، تدرسون الآن إنشاء مراكز للقلب، معالجة أمراض القلب والسرطان وغسيل الكلى. وغسيل الكلى، نعم. لديكم خطة معينة؟ لديكم تفاهمات معينة؟ موجود خطة معينة ودراسات معينة، وفي استعداد للتعاون التحالف في هذا الجانب. وهذه بشارة خير أن تبشر بها أبناء شبوة عبر شاشتنا أنه سيتم ذلك إن شاء الله قريبا. شيخ عوض، الوضع العسكري في شبوة ما زال يشوبه الكثير من الأمور، هل بينكم ترتيب في الوضع العسكري بينكم وبين قيادة التحالف العربي لدمج التشكيلات العسكرية لإنشاء غرفة عمليات مثلا؟ نحن في هذا الجانب قد سبقنا وعملنا قيادة مشتركة من جميع القوات بما فيهم العمالقة وقوة شبوة، كذلك عملنا عمليات مشتركة بقيادة موحدة تحت قيادة محافظة شبوة. هذه القيادة كلها تكون تحت المحافظ اللي هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة. التشكيلات العسكرية تخضع لسيادة المحافظ؟ تشكيلات عملنا قوة مشتركة جمعت بما في ذلك القوات العسكرية السابقة إضافة إلى القوات شبوة التي وصلتنا حاليا تحت في القوات المشتركة هذه جميعا. كل هذه القوات المشتركة تخضع لتوجيهات الأخ المحافظ. بمعنى أنه لا توجد أي تشكيلات عسكرية لا تخضع لقيادة أو لرئاسة اللجنة الأمنية. نعم، هذا الذي ثبته مع بعض ويحضروا اجتماعات اللجنة الأمنية كل الأطراف العسكرية وتشارك في كل الاتجاهات. منشأة بلحاف الغازية يجري الحديث عن هذه المنشأة المهمة لرفض الاقتصاد الوطني، هل من تفاهمات بينكم في السلطة المحلية مع الشركة، مع شركة توتال، مع الرئاسة، مع الحكومة لإعادة تشغيل هذه المنشأة، أم أنه ما زالت ظروف الحرب وخاصة أن مصدر الطاقة الغازية من مأرب ما زالت تفرض ظروف الحرب أن تظل هذه المنشأة مغلقة؟ أستسمحك العذر بسماع الإجابة منك بعد فاصل قصير. مشاهدين الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا الحوار الخاص الذي نجريه مع محافظ شبوة الشيخ عوض ابن الوزير العولقي. شيخ عوض، كنت قد سألتك قبل الفاصل عن منشأة بلحاف الغازية، عن جهودكم في السلطة المحلية، هل هناك ترتيبات لإعادة تشغيل هذه المنشأة الغازية؟ أولاً نحن بدورنا كسلطة محلية لازم يكون هناك تواصلات مع الرئاسة، لأن هذا الموضوع أعتقد يرتبط مباشرة بالقيادة العليا في المحافظة، كذلك هناك دول شركة في هذا الجانب. تقصد القيادة العليا للدولة؟ للدولة، أيوة. هناك كذلك شركاء مثل الجانب الفرنسي عن طريق شركة توتال. بالنسبة للتحالف هو منسق في أكبر من هذه الأمور، الشركة تنسيق بينهم متواصل وهم رئاسة الجمهورية. هذه الأمور هي أكيد شيئا مرتبط من ضمن التفاهمات، ولا بد أن تكون تنسيقات فيما بين الطرفين. من اختصاص ماذا عن مأرب وهي مصدر إنتاج الغاز؟ هل ما زالت الحرب تفرض أو تمنع إنتاج الغاز من مأرب مثلا؟ لا، أكيد أن التفاهمات لا بد ما تكون مع الشركة كذلك الذي هي مساعدة في ذا الجانب وشريك أيضا أساسي. لا بد ما يكون تنسيق لأنهم يعتبروا شركاء، وهذا من جانب من حقهم أن يكون التفاهم في هذا الجانب معهم. الحديث عن منشأة بلحاف يقودنا للحديث عن ميناء قنا التجاري، وهما ميناءين قريبين من بعض. ميناء قنا، هناك من يرى أن السلطة المحلية السابقة في شبوة تجاوزت الجهات المسؤولة أو الجهات المختصة، وهي مؤسسة موانئ البحر العربي، وزارة النقل، الحكومة، وعملت على افتتاح الميناء بارتجالية. لكن في الوقت الآخر يرى آخرون أنه لو لم يفتح الميناء في ذلك الوقت لما سمح له أن يفتح. أنتم في السلطة الحالية في شبوة الآن، هل ترون، كيف ترون الوضع في الميناء؟ هل لديكم خطة جديدة لإدارة أو تشغيل الميناء؟ نحن مع افتتاح الميناء
ونشجع على هذا الجانب، لكن نريد أن يفتتح على مواصفات عالمية دولية تكون على مستوى المحافظة، لأنه مينا في موقع سبحان الله اللي هو موقع تلقائيا، لن يكون هناك الأكل مينا طبيعي ويساعدك حتى على قلة التكلفة ويساعدك في المحافظة وعلى تنمية المحافظة. نحن مع الافتتاح ومع التشجيع في هذا الجانب، لكن يكون على مستوى حديث موجب المواصفات الدولية. بمعنى الآن أنتم تعملون على التواصل مع شركات معينة لإنشاء دراسات؟ نعم، وننسق نحن ومع السلطات العليا في الدولة، كذلك نعمل مع شركات مواصلات دولية ليكون على مستوى، تكون شبوة استوى هذا الحدث على المستوى الذي ينبغي أن يكون. منشأة بالحافي إذا ما تم تشغيلها، ميناء قناة أيضا، ميناء النشيم النفطي، كيف يمكن أن تنعكس إيرادات هذه الموانئ على حياة السكان في شبوة؟ السكان في شبوة يعانون ظروف صعبة، خاصة في المناطق القريبة من منشآت النفطية والغازية. لعلك سيادة المحافظ كنت بالأمس أنت في بئر علي وهي منطقة ساحلية، تجد الناس بسطاء لا يملكون أو لا يمتلكون، لا تتوفر لديهم أدنى مقومات الحياة. فالسلطة المحلية هل يمكن الآن أنتم أن يلمس السكان ثمرة هذه المشاريع العملاقة أم سيظل الحال على ما هو عليه؟ هذا من أبسط الحقوق والواجبات لهم، نحن نكون في هذا الجانب عون مساعد ومشجع، لابد أن يلمسوا ويحسوا بهذا الوضع وتكون لهم مشاريع. لأن أمس كنت نزولنا في المديرية، أغلب الناس يطلبون المشاريع البسيطة التي لم توجد، مثل مشروع المياه، بعض المكان للصيادين، هذه أبسط الحقوق. الناس لا يملكون حتى بئر ماء نظيف، صحيح، مياه ماء معقمة يشربون منها، ماذا يعني ذلك؟ الحمد لله تم التوفيق على مشروع ماء بالخاصة كذلك في منطقة البير. تم اعتماد المشاريع يوم أمس؟ لا، من قبل، الحمد لله قبل نزولنا أنه في توقيع مع الصندوق هذه البير، الصندوق الاجتماعي للتنمية. فالحمد لله إن شاء الله هذه خطوة أولى تعتبر لأهل المنطقة التي محرومين من هذه المشاريع الحيوية الضرورية، فالحمد لله هذه بادرة خير إن شاء الله لهم. الشباب في شبوة مؤهلون شيخ عوض الوزير، خرجون من جامعات محلية وخارجية، هل آن الأوان لأن يتم وضع جدول معين، خطط معينة للسلطة المحلية تكون جادة هذه المرة للقضاء على البطالة في محافظة شبوة، أو على الأقل الحد منها؟ صعب أنك تقضي على البطالة، لكن الشباب تعرف أنهم مستقبل وعماد الأمة والذي يجب الاعتماد عليهم والوقوف إلى جانبهم، هم الذي سوف يكون الضوء المنير في المستقبل. هناك في توجهات إن شاء الله وفي جمع معلومات بالذات الكوادر الشبابية وقائمة بيانات نجمعها، وكل يكون في مكانه الصح وعلى مستوى الصح. صعب نقول لك على الظروف التي نعانيها أنك تغطي كل الذي تنويه أو تصبو إليه، لكن نحاول بقدر الإستطاعة نعمل ما يجب أن يكون. هناك توجه للجامعات، هناك توجه للمدارس، هناك أنه يكون تشجيع ويكون تعليم نموذجي وعلى مستوى، ربنا يوفق إن شاء الله إلى ما نصبوا إليه وجعلنا. شكلتم مؤخرا أنتم لجنة لمراجعة التوظيفات والتعاقدات، هل سنشهد مواجهة لأي أخطاء ارتكبت سابقا يتم رفض المؤسسات الحكومية بدماء شابة؟ لم تكن تشكيل هذه اللجنة من فراغ إلا لوجود ذلك الذي نريده ونوضحه حتى يكون واضح أن في من أبناء المحافظة ومن الشباب أنه يكون أولى لهذه المواقع الحساسة التي تكون على مستوى تأهيلهم وكفاءاتهم في هذا الجانب. شبوة أولا شعار رفعه الشيخ عوض الوزير من قبل، وما زلت تقول دائما شبوة أولا، ماذا يعني هذا الشعار؟ كيف هي العلاقة مع المكونات والأحزاب السياسية؟ هل تنصهر كلها تحت هذا الشعار؟ الحمد لله فضلا من الله سبحانه وتعالى تم تطبيق هذا الشعار، وذلك باجتماع المكونات السياسية في محافظة شبوة تحت راية محافظة شبوة أولا، وهذا ما حدث لكم اجتماعات فيما بعد. الحمد لله تم القوات المشتركة في محافظة شبوة التي كانت متنافرة تحت هذا، وأعطوا هدفهم الأول والأساسي اللي هو تحرير محافظتهم، كذلك هم متفقين نحن وهم قيادة سياسيين وعسكريين
أن المعركة القادمة هي معركة التنمية الذي نحن متوحدين، وكذلك نشكرهم كقيادات سياسية أو قوات عسكرية لمساعدتهم في هذا الجانب وتفهم، نقدم لهم كل الشكر والتقدير على ما قدموه وما ساعدونا فيه، وهذا موقف يحسب لهم هم أنهم عون ومساعد إلى جانبنا، وهذا الذي ثبت هذا الشعار، ونحن إن شاء الله نحن وهم مكملين لهذا الاتجاه. بمعنى أنه كل المكونات والقوى السياسية والقبلية والعسكرية في شبوة وافقتكم أن تعمل تحت إطار شبوة، وهذا الحمد لله الذي يتم حاليا. أنتم قمتم مؤخرا تشكيل غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين، هل تستمعون لشكاوى المواطنين بالفعل؟ أنتم تصلكم هذه الشكاوى؟ أولا احنا نوضح لك، أولا هذا إلا القضايا المستعجلة والهامة، احنا بيوتنا وأبوابنا مفتوحة ومكاتبنا. ما هي التي القضايا المستعجلة؟ لا أقصد لك أن نحن لم يكن بيننا حاجز، نحن والمواطن لم يكن هناك حاجز حتى ينبغي أنه يصعب أنه مقابلة المسؤول، نقابلهم في كل ساعة وحين، فقط يجيك أمر طاري في ليل ولا في هذا يكون مباشر. أنتم أنشأتم غرفة عمليات للحاجات الضرورية التي تجيك فجأة أن لم تكن موجودة ولم تكن مباشرة، أما أن احنا مقابلات يومية تكثر، تقابلون المواطنين، تقابل المواطنين فقط من تعثر عليه الوصول أو فقط الحاجات الطارية، أما الوصول من اتصل في العمليات أو في المكتب مثلا اليوم بكره بعد بكره بالكثير يقابل المحافظ، هذه فقط. لا توجد بينكم وبين المواطنين أي حواجز؟ أبدا، ننزل نزورهم نجلس معهم. وكان أمس لقاؤكم بمواطنين في بئر عدي، الحمد لله لكن كان موجود خير دليل وشاهد. الجهود التي بذلها الأشقاء في التحالف العربي، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة في الجانب الإغاثي والإنساني والتنموي أيضا، ما هي كلمتكم؟ أولا التحالف العربي بقيادة المملكة العربية ودولة الإمارات نعتبرهم شريك أساسي في الجانب الذي، أولا هم في الجانب العسكري كان لهم موقف عمل واضح وموقف أساسي لا شك فيه، كذلك نحن الآن انتقلنا من معركة الصراع العسكري إلى الصراع التنموي، كذلك هم شركاء وداعمين أساسيين، وكل التنسيق والبرامج وأغلب المشاريع التنموية التي قادمة إن شاء الله هي قادمة عن طريق التحالف العربي بما فيهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فنقدم لهم الشكر على هذا التعاون والمساعدات في هذا الجانب، وهذا هم يعتبروا شركاء في هذا الجانب الأساسي. شيخ عوض، الوقت شارف على الانتهاء، هناك من يرى أنه المحافظ أو قيادة السلطة في شبوة إذا لم تحظى أو لم تكن العلاقة مستقيمة بينها وبين الرئاسة اليمنية أو الحكومة ربما تفشل، أنتم كيف هي العلاقة بينكم وبين الرئاسة والحكومة اليمنية؟ نحن مكملين بعضنا البعض، لا شك أن علاقتنا طيبة وتواصلنا طيب، إذا كانت لم تكن هذا الجانب لما جينا لهذا الموقف، وإذا كانت لم تكن علاقات طيبة لما قبلنا على أنفسنا أن نكون في هذا الوضع، فهذا شيء وشرف لنا أن نكون علاقاتنا طيبة ومباشرة مكملين لبعضنا البعض، ننتظر توجيهاتهم، نحن نسعى تحت قيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ الرئيس، هذا عمل إيجابي، إذا لم يكن هناك تفاهم لن تكون مشاريع، لم تكون بنية تحتية، لم نستطيع نشغل شيء إذا لم يكن راعي ومشرف على هذا الشيء، ولولا دعمه ووقوفه في هذا الجانب لما وصلنا هذا الشيء. رئيس مباشرة متابعنا خطوة بخطوة، نفذ توجيهاته التي تخدم المواطن والمحافظة، كل التوجيهات تكون لحظة بلحظة، وإحنا ما وجدنا هنا إلا لخدمة أبنائنا تحت قيادة فخامة الرئيس في هذا الجانب. أكتفي بهذا القدر، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكرك جزيل الشكر الشيخ عوض ابن الوزير العولقي محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي على كل هذه المعلومات الضافية عن محافظة شبوة، عن احتياجات المحافظة، عن خطط السلطات المحلية خلال المرحلة القادمة. شبوة تستحق الكثير، ينقصها الكثير، وأنتم بعون الله تستطيعون إحداث هذه النقلة، توفير ما يحتاجه السكان. شكرا لك مرة أخرى. شكرا لك، الله شرفتنا، حياكم الله. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي أنا عيد روس الخليفي، وهي موصولة لكم من طاقم عمل البرنامج.
حتى حلقة جديدة ومواضيع أخرى من محافظة شبوة، انتظرونا، دمتم في رعاية الله وحفظه.